جامعة الكفيل، كلية القانون. تأسست كلية القانون سنة 2004، تقبل الكلية خريجي الإعدادية العلمي الأحيائي التطبيقي والأدبي. يمنح الطالب شهادة البكالوريوس في القانون ويحق للطالب إكمال الدراسات العليا. يجد خريجي كلية القانون فرص عمل كثيرة، منها محامي، مستشار قانوني، باحث قانوني. الأقسام والوحدات القانونية، الشركات والمؤسسات العامة والخاصة في كافة الوزارات. يحق للطالب الحاصل على شهادة البكالوريوس في القانون التقديم على المعهد العالي للضباط التحقيق والمعهد القضائي.